يا دي المصيبة يا دي المصيبة، نكد عليك نكد عليك وانا عمرك يا سيد تاني 6 انش. اجري يا اختي اجري، في دي بعمرك، العمر مش معزقة. في ايه؟ في ايه انتوا؟ سي حالي جوز حضرتك تلي فسكوني على الاخر. فسكوني على الاخر؟ ايه انطق في ايه؟ احنا قاعدين يا اختي في امان الله. انا وسيمة غاوري سمعنا خبط ورقع ورزق في شقتكوا، قلنا نطلع نطمن برضو الناس لبعضيها. ايوه لقيت سي علي طايه في الشقه يمين وشمال وشمال ويمين، وامال يكسر في اي حاجه يجي تحت ايده. هو مراتي مديرها، هو مراتي مديرها. سيمة غاوري يا اختي قال برضو يعني يطلع يوجب معاكو ويحوش الحاجة، راح لابت في الراجل كده هوت، مش عايز يسيبه ابدا، قفش فيه. ايوه عدني 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 تاني، راح مسكني من دراعي ولففني لفافة كده وراح عدتني في لمؤاخذة في دراعي في دراعي عدني في دراعي. يا سيد، وكان عمال يزعق ويهلل ولا مؤاخذة يعني الكلام كان بيشتم فيك. ايوه ايوه انفت بجلدك بقى، وانا هنروح ناخد 21 هجنة في المستشفى. لا يا مغاوري، انا مش ههرب من ميدان المعركة، انا صحفية ومهنتي الاخطار، انا هتسحب اشوف في ايه، ولو في خطر هحصل العيال عند بابا. مغاوري ايوه معلش يعني في السؤال، انا اسفة، هي العضة كانت جامدة قوي. يا عيني يا اخويا الراجل حيهوى. يا عيني يا شريف، محتاج تصبغ شعرك. معلش معلش المؤمن مصاب. بصي لي بصي العين اللي بتحبيها، بصي لي ضحايا حرب. ايه مساء الخير يا جماعه، اللي حصل في الشقة؟ معقولة؟ معقولة علي يعمل كل ده؟ وأكتر من كده يا أستاذة، أكتر من كده، ده الأستاذ علي عليه عافية، ده قعد تشكيل الشقة وقعد تشكيل وش أنا كمان. يا عيني، هو بمد إيده عليك يا أستاذ شريف؟ اكسكيوز مي، وهل يجرؤ؟ واضح إنه ما جرؤش خالص، واضح. لا هو بس هب فيا هب، وانا من توتري خبطت في منال ولبسنا احنا الاثنين في العمود. ايه يا اخي ده؟ ايه يا اخي ده؟ معقوله في حد يقول كلام زي ده ويخض؟ لا هي الست جايه مخضوضه خلقه. اهلا يا انجي. ازيك يا انكل سمير؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ حلوين احنا قوي وخسينا قوي. بونجور يا انجي يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ يو لوك جريت جريت ماي دير. كاسمك بقى بقى يتجنن، ولا الكوب بتاع شعرك فورميدابل. ميرسي يا طنط ميرسي. سبتيك ايه وقصه شعري ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ علي فين؟ علي فين؟ علي كويس وكل حاجة، هي بس شوية خضة كده، أنا اديته حلق مهدئ سنتي واحد، ده حاجة نازلة جديدة اسمها فيستوفايسين، هتهديه شوية هيبقى هايل. فيستوفايسين مش ده بتاع الحساسية اللي كنت؟ أيوة يعني احتمال يكون عنده جرب ولا حاجة. جرب بإمتى؟ كان كويس الصبح. ما عشان كده اديته فيستوفايسين، زمان كانوا بيدول الخنازير عشان تهدى. تطور الطب بقى دلوقتي بيدول للأطفال. استنى بقى أنا هفهمها. بصي يا حبيبتي، علي جه من بره تري نيرف فقت أعصابه خالص، سمعنا دوشة وكراود فظيعة، كل العمارة بقت عمالة فتح البيبان وتبص فتح البيبان وتبص. أنا وأنكلك بقى اتخضينا، قلتنا نخش نشوف حصل إيه هنا، لقيناه مدمر الشقة، خوفنا اللي يخش على شقتنا يدمرها هي كمان. يبدو إن حصل له شيء أو سمع شيء خلاه يفقد القدرة على أعصابه، أو بمعنى أصح يفقد القدرة على التحكم في أعضائه في بعض أعصابه. مش كده؟ أنا لاحظت إنه he is a little bit مبلول من قدام ومن ورا. أيوة أيوة أيوة، هو ما فقدش القدرة على التحكم في التبول اللا إرادي، لا هو فقد التحكم في أخلاقه كمان. تصور إنه أول ما شافني
ما قاليش بونسوار يا طنط. تخيلي تخيلي ما قاليش بونسوار يا طنط. وبعدين لو تعرفي لو تعرفي الشتايم الشتايم الرهيبة اللي قالها على مامتك وباباكي. لا لا ماما وبابا لا بقى. نوس نوس. صحيح يا أنوش صرحيني يا حبيبتي، في حاجة حصلت في الشغل، في حاجة حصلت بينكم وبين بعض. تراست مي، بصي أنا ستر وغطى عليكي، وحتى لو شمتلي فيكي ده مش يعني مش سبب أبدا يخليني أخلي سيرتكم على كل لسان، صح؟ صح. أنا هقول لكم تعالوا بس الهيسة. أصل أنا النهاردة أفقدت علي أعز ما يملكي. ده 100 مرة قلت لك بلاش الهزار اللي انت حتى فرفائي جميل. فرفائي فرفائي بتقول لك فقدته اعز ما يملك. الهزار الشديد ده كان بالبوكس ولا بالشلوت؟ كان نفسي يبقى بالشلوت. لا شلوت ايه بس يا انكل، اصلا انا النهارده بصراحه رحت الشغل بدري عن علي، فلما رحت بدري اخدت انا الترقيه وبقيت مديرته في الشغل. مش بس كده، انا اديته 3 ايام خصم قدام كل الزملاء. طب انا بقول نستأذن احنا، ما بقدرش اشوف منظر الدم. ندل ايه؟ ابلغ زمايلك يا انوش ينزلوا لك نعي في الجورنال؟ انت اندل منه على فكره. طب في صيغه معينه في النعي تحبي؟ خلاص لا مع نفسك يا حبيبتي. يلا يا شريف ملناش حاجه. باي باي دكتور. جو تو هيل. ايه ده؟ هو واضح انه اتعرض لصدمه شديده ادت نوع من الاستريبتوكايتو افتوسوبليلي. دي نتيجتها ايه؟ اندياموس اندياموس اوبا اوبا لوزا فيفا. فتصوري انه جاب شريط عبد الباسط حموده وشغاله في ايه؟ اه يا مرايتي انا مين يا مرايتي؟ وشي مين ده يا مرايتي؟ ويعيط وراح جايب بعد كده ايه؟ طبق رز بلبن. انا قلت هياكله نفى رزايا رزايا ودلق اللبن. طب وبعدين هتصرف ازاي انا دلوقتي في المصيبه دي؟ في ايه؟ في الرز بلبن طبعا، ده كان اخر طبق رز بلبن كنت شايلاه لصولي لما يرجع من المدرسه. بقول لك ايه يا انكل؟ نعم. هو ممكن الصدمه توصله للدرجه دي؟ للرز بلبن؟ اه احتمال، بس دي بنقدر نتصرف. الخطوره لو طلب مهلبيه، اللي انيل لو قال انا عاوز كسكسي. غادة عبد الرازق. كل ده وعلي مزمزل عليا من فضلك. اهلا انوش، اتفضلي يا حبيبتي. في ايه مالك يا حبيبتي؟ اتفضلي اتفضلي. أمال فين علي؟ ليه ما سحبتوش وراكي؟ سبته عند الكوافير بيظبط القصة ويعمل مانيكير ويحلق دقنه. نزلنا الصبح نتسحب زي اللي عامل عاملة بالظبط زي الحرامية. وديته عند الكوافير في المعادي عشان ما نتفادهاش. شفت المصيبة اللي أنا فيها يا طنط؟ هي من ناحية مصيبة مصيبة فظيعة جدا جدا. تصوري بقى كان لابس سكيرت وليجينج ولا الباروكه، الباروكه الفظيعه، باروكه نايلون بقى اللي مع الكهرباء بتعمل كده. دي مودي خالص يا حبيبتي، بيئه. قولي له دي بقت حاجه دي مودي، ودي لك كوافير يعمل له اكستنشن. اه لا ما هو لو فضل على كده كتير هضطر افهمه حاجات كثيره قوي. هبدا مع المنهج من الاول، من درس ثالثه اعدادي اللي كانوا مدرسين بيتكسفوا يشرحوه ده. هو في درس كانوا المدرسين بيتكسفوا منه؟ أصل الحقيقة معرفوش، لأن كنت عايزي دبلومة أمريكانية. طنط رجاء أنا مش ناقصة فارسة. فين أنكل سمير؟ إنسايد هو مستنيك يا حبيبتي، اتفضلي يلا فولو مي. حاضر فولو مي. تعالي أنوج سمرتي حبيبي. أهلاً أنوج عايزك. تفضلي يا حبيبتي. أهلاً أهلاً أنوج حبيبتي. إيه عاملة إيه النهاردة؟ مش كويس مش كويس.
كويسة أبدا يا أنكل. قلقان على علي، بقاله يومين متحسنش، مرجعش لطبيعته، بالعكس ده الحالة بتتدهور لدرجة إنه ابتدى يسألني أسئلة خاصة. أنا مش عايزك تقلقي من الحكاية دي، بالعكس كل شيء ماشي تمام. يعني 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 مثلا يا ريت كل راجل في الدنيا يقدر يتصل بالجانب الأنثوي اللي فيه عشان يعرف ازاي يتعامل مع الست ويحس بيها. مشاكل كتير اتحلت بالطريقة دي. أنا عن نفسي طول عمري بتصل بالجانب الأنثوي اللي فيه، مش كده تلاقيني بحب جوجو وبدلعها طول عمري، وما شاء الله 30 سنة مع بعض دلوقتي، حب وغرام وحياتنا كلها فال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 
لما بقعد مع سمورتي بحس ان احدى مع واحده صاحبتي. واحده صاحبتك؟ وانا اعمل ايه بواحده صاحبتي؟ انا عايزه جوز. جوز ها يبقى فيه حقوق واجبات والحاجات دي يعني. بصي بقى يا حبيبتي ما تزعليش نفسك ابدا، كده ولا كده هيجي عليكي وقت انت وجوزك هتعيشوا اخوات. اخوات؟ يعني مفيش لا دواء ولا حاجه ترجعهولي زي الاول؟ لا خلاص، عمر اللي راح ما هيرجع تاني. يعني ايه؟ والعيال فاضل يومين واجازه نص السنه تخلص، اقول لهم ايه؟ ابوكوا بقى عيشه؟ لا اتصرفوا اعملوا اي حاجه، ان شاء الله حتى ان شاء الله حتى تكهربوا. لا 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 كهربيه الا العنف. صدقيني يا حبيبتي العنف ده ممكن يقلب بصدمه معاه مش هنعرف نلمه، ممكن يقلب كلب يهو هو، يقلب حمار يحمر، يقلب حصان يحصن، ممكن يقلب فرس البحر، هنجيب له مربطوز مقاسه منين؟ طب والحل ايه؟ اعمل انا الساده الرجال؟ الله اتس فيري جود ايديا. على فكره بقى هتبقوا كابل يجنن مش كده يا سمورتي؟ يس دارلينج يس دارلينج شور. انا قريت في مجله غريبه كده ومثل بيقول لك ايه، اذا لم تطح انت مش عارف ايه فاستمتع بما اعرفش ايه، يعني انتوا الاثنين ستات استمتعوا مع بعض، خديه على قد عقله. ايوه ما هو واضح يا انكل ان انت وطنت يعني بقالكوا كتير فنسيت، ما هو انا عايزاه يرجع لعقله عشان حته نتبسط مع بعض دي. ها فاهمني؟ الله اثنين ستات تنبسطوا مع بعض. اه بالظبط، يعني ممكن بقى تاخديه في ايدك وتعملوا شوبينج، او اقول لك ممكن تعملوا اوبن داي، او هقول لك فكره حلوه قوي قوي قوي، تعملوا اجتماعات بتحت الروتري والانر ويل. وكل حاجة. صدقيني يا حبيبتي صدقيني مش هيستحمل أكتر من 3 أيام، مفيش رجل في الدنيا عنده مرارة يقدر يستحمل سخافات الستات المدة دي كلها. 3 أيام؟ طب أنزل وأطلع بيه إزاي أنا دلوقتي 3 أيام؟